السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة، حنوريكم طريقة تسميد الفول بعد شهر بالضبط من الزراعة، وان شاء الله حنتابع كل الخطوات بالتفصيل. فاتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا تعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو اذا كان عجبكم، واتمنى تشاهدوا الخطوات بالتفصيل. طبعا بالنسبة لنوع السميد هو سميد اليوريا، يعني النيتروجين مثل ما تلاحظ امامكم. وطبعا هذه ان شاء الله حتكون اول دفعة تسميدية، يعني احنا ان شاء الله استمرينا من يعني البداية الى غاية شهر استمرينا في الري فقط، وان شاء الله حنعطي هذه الدفعة حتى ان شاء الله يعني تنشط الجذور وكذلك تعمل على تقوية ساق النبات وكذلك زيادة في الاوراق. وطبعا احنا طوى يعني في مرحلة النمو الخضري، وان شاء الله بعد اسبوعين او ثلاثة حيبدأ النمو، يعني حتبدأ نمو الازهار مثل ما طلعت امامكم. فان شاء الله هلا حنتابع كل الخطوات. طبعا اول خطوة لازم نعرفها انه لازم تكون التربة مروية، يعني لازم نقوم بري التربة قبل ثلاثة ايام. والخطوة الثانية طبعا انه احنا لازم نقوم بعزيقة التربة قبل اضافة السميد، يعني مثل ما تلاحظ امامكم حيتم خربشة التربة مثل ما تلاحظوا بهذه الطريقة. طبعا الهدف من يعني من العزيق هو إزالة الحشائش اللي بتكون موجودة بجنب ساق النبات وكذلك تهوية التربة. فإحنا إن شاء الله حيتم عزيق الفول قبل إضافة السميد مثل ما تلاحظ أمامكم. ان شاء الله حيتم عزيق الفول وين فرجيكم الصورة. ومثل ما تلاحظوا هذه الصورة النهائية بعد ما اتمينا عزيقة التربة او خربشتها مثل ما تلاحظ امامكم. والخطوة الثالثة واللي هي قبل الاخيرة حيتم اضافة سماد اليوريا. طبعا حنقول بسم الله ونبدأ بالتسميد، حناخد كمية ونبدأ برش. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم بعد ما اتمينا وضع السميد، بعد ما يتم وضع السميد حيتم خربشة يعني تغطية السميد مثل ما تلاحظ امامكم. ولاحظنا امامكم بهذه الطريقة تغطية بسيطة. طبعا مثل ما تلاحظ امامكم انتهينا من التسميد، والخطوة الاخيرة هي حيتم ري
الفول الاخضر. وان شاء الله في طبعا واحد من الاخوه طلب مني ان احنا نتابع النبات، فان شاء الله حنتابعه لغايه ان شاء الله الحصاد، وحنحصد ان شاء الله الفول، وحنتابع ان شاء الله فتره التزهير وكل ما يخص الفول. فهذه كانت اول دفعه تسميديه للفول، يعني ما ينفعش اسمد قبل الشهر، لازم نستنى شهر كامل حتى نعطي ان شاء الله اول دفعه سماد، هي سماد النيتروجين حتى ينشط النبات. ان شاء الله حنتابع الفول، وحنتابع ان شاء الله كل المحاصيل، وان شاء الله حنزرع محاصيل. فاتمنى تشتركوا في القناه ولايك لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله حنتابع الفول لغايه الحصاد. فاتمنى قبل ما نبدا حلقتنا، فاتمنى في نهايه الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى تنشروا الحلقه لاكبر عدد ممكن من الاخوه حتى ان شاء الله تعم الفائده، وان شاء الله نلتقينا في الفيديوهات القادمه. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.